بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأبناء طلاب الصف الأول المتوسط، كنا وما زلنا ولا نزال مع درس الحضارات القديمة، والحضارة هي تفاعل البشر مع البيئة بما ينتج عنه من أثر ديني أو فكري أو ثقافي أو غيره. فتعالوا بنا في هذه الحصة نتعرف على الحضارات القديمة. الحضارات القديمة هي حضارة بلاد الرافدين. الرافدين يعني نهرين، يعني نهري دجلة والفرات. أين يوجد نهر دجلة والفرات يا أبطال؟ نعم أحسنت، في العراق. الحضارة الثانية هي حضارة مصر القديمة التي تعرف بالحضارة الفرعونية. الحضارة الثالثة اللي هي الحضارة الصينية، وهي أقدم الحضارات. يبقى أقدم الحضارات أيها الشباب هي حضارة إيش؟ بلاد الصين. طيب تعالوا نتعرف على بعض معلومات عن هذه الحضارات. حضارة بلاد الرافدين أو تعرف بحضارة السومريين كانت في الفترة ما بين 3500 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد. مكتوب عندك قاف ميم، يعني قبل الميلاد. قبل الميلاد المقصود بها قبل ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام، وهو النبي الذي سبق سيدنا محمد وبشر به صلوات الله عليهما جميعا. يعني قاف ميم يعني قبل الميلاد، مقصود بها قبل ميلاد عيسى عليه السلام. طيب طبعا هذه الحضارات كان كما قلنا قبل ذلك أنها تقوم على وجود الأنهار، وجود الايه؟ الأنهار. فبالتالي كانوا يشتغلون بالزراعة وترويض الحيوانات لغرض الطعام والمساعدة على النشاط، وبنوا قنوات للري. أيضا طوروا قوانين مكتوبة مثل قوانين حمورابي، وهذا كان ملك من الملوك هذه البلاد. وكانت العبادات عموما عبادات وثنية، يعني عبادة الأحجار، عبادة الايه؟ الأحجار. طيب شعوب حضارات بلاد الرافدين هي السومريون، وكما قلنا أنهم يعني كان عملوا بالزراعة والتجارة وبناء السفن. السومريون والأكاديون، وهؤلاء كانوا من شبه جزيرة العرب وهاجروا إلى العراق. طيب ثم بعد ذلك العموريون اللي هم أيضا كانوا في شبه الجزيرة، استقروا في بلاد الشام ثم إلى العراق. ومن أشهر ملوك الدولة البابلية الملك حمورابي كما قلنا، الذي كانت له قوانين في الأخلاق وفي التعاملات بين الناس. أيضا من الشعوب التي عاشت في هذه الحضارة الآشوريين، وسكنوا في شمال العراق، و من أشهر مدنهم آشور ونينوى. نينوى دي اللي كان فيها نبي الله يونس
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من الشعوب أيضا التي عاشت في حضارة العراق القديمة الكلدانيون، وهؤلاء عاشوا فيها في عام 700 قبل الميلاد، ومن أشهر ملوكهم نبوخذ نصر الذي بنى إمبراطورية الكلدانيين التي امتدت إلى سوريا ولبنان وفلسطين، وسقطت هذه على يد الفرس عام 539. هذا موجز لحضارة بلاد الرافدين. ننتقل بعد ذلك إلى حضارة مصر القديمة، وطبعا كما قلنا أنها قامت على ضفاف النيل، وهي من الحضارات القديمة واستمرت أكثر من 3000 سنة، ونشأت في المدن الكبرى على ضفاف النيل. طبعا قاموا بعدة صناعات مثل المنسوجات والسفن والأواني الفخارية، والكتابة في مصر القديمة كانت على شكل صور، ثم اخترعوا 24 رمز استعملوها في الكتابة، وهي تعرف بالكتابة الهيروغليفية. المصريون بنوا الأهرامات العملاقة لدفن موتاهم، وأيضا كانت عبادتهم وثنية، يعبدون الأوثان. فمثلا هناك إله اسمه رع إله الشمس، وأوزوريس إله الموتى. وقد غزا الرومان مصر عام 30 قبل الميلاد، وانتهى العصر الفرعوني. فسميت بالفرعونية لأن حاكم مصر كان يعرف بالفرعون. أيضا يمكن تقسيم حكم الفراعنة إلى 3 أقسام. أولا الدولة القديمة عصر بناة الأهرام، والدولة الوسطى وهي عصر الازدهار، والدولة الحديثة اللي هي عصر الإمبراطورية. طيب ننتقل بعد ذلك، طبعا هذه صورة الأهرامات الثلاثة معروفة في مصر. ننتقل لحضارة، أقدم حضارة، وهي الحضارة الصينية، وتقع على النهر الأصفر ومنطقة اليانغستي. وطبعا هذه كما قلنا من أقدم الحضارات، يعني أقدم الحضارات اللي هي الحضارة الصينية، ويمتد تاريخ الصين القديم أكثر من 400 عام، 4000، أقصد 4000 عام. وكان يحكم الصين في معظمه أسر قوية تدعى السلالات الحاكمة. كانت الأسرة الأولى أسرة شانغ، والأخيرة أسرة تشينغ. طبعا كان أعداء الحضارة الصينية هم المغول. العدو اللدود والشرس للصينيين هم المغول، أو لهم اسم آخر التتار. ومعلومة عن المغول أو التتار، هم الذين قضوا على الخلافة العباسية، الخلافة العباسية الإسلامية، ستعرفون ذلك مستقبلا إن شاء الله. فهم قوم يعني وثنيون مشهورين بالفساد و قتل كل شيء، أي شيء يقابلهم، إنسان حيوان، يعني يسعون في الأرض فساد. فكان هؤلاء المغول أيضا عدو للصينيين، ولذلك الصينيون بنوا سورهم الذي يعرف بسور الصين العظيم. هذا سور الصين العظيم بنوه جدارا طول آلاف الأميال. لماذا؟ كما قلنا لمنع المغول من ايه، من غزوهم. ايضا بالنسبه للصين، وجد في الصين عدد من المعتقدات. معتقد اسمه لاو تزو الذي يدعو إلى الانعزال الكامل عن المجتمع. في مقابله معتقد آخر اسمه الكونفوشية، الذي يقوم على التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع
ويركز في القيم الأخلاقية. يبقى إجمالا أيها الشباب، الحضارات القديمة مرة أخرى، حضارة بلاد العراق، وتعرف بحضارة بلاد الرافدين، والرافدين اللي هم ايه نهر ايه دجلة والفرات، والحضارة الأخرى اللي هي حضارة مصر القديمة الفرعونية اللي قامت على ضفاف وادي النيل، المدن الكبرى التي تقع على وادي النيل، والحضارة الأقدم وهي الحضارة الصينية، الحضارة الصينية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.